اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا والناس أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، ونجاحا باهرا، وفلاحا طيبا، ورضوانا من عندك أكرم، يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. صاحب الآراء المتفردة في الفقه والعقيدة، اقتحم قضايا الأحوال الشخصية كتعدد الزوجات وحضانة الأطفال والرؤية، إلى جانب نبذ الفكر التكفيري والإقصائي. اليوم سنكون مع سيرة الشيخ محمد أبو زهرة في مصر أرض المجددين. تمثل المحور التجديدي للشيخ محمد أبو زهرة في الاهتمام البليغ بالتراث، وفي إدراك الواقع، وفي تقنين الشريعة الإسلامية. ولقد أصبح علما من أعلام كل ذلك في حياته المباركة. رحم الله الشيخ محمد أبو زهرة رحمة واسعة. فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم مولانا. النهاردة السيرة والرحلة ستتوقف عند فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة. أنا في أثناء التحضير لفت انتباهي اللقب أو الوصف بأنه الأزهر الثاني، يعني فقلت لازم أسأل حضرتك عن هذه الشخصية والقيمة الكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فضيلة الإمام والشيخ الجليل والعالم العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى، تربى في الأزهر الشريف، وبعدما قضى مراحله الأولى على يد الأشياخ الأجلاء في بدايات القرن العشرين، لأنه ولد في نهاية القرن التاسع عشر، ففي بداية القرن العشرين أنهى المرحلة الأولى. حينئذ كان هناك نوع من أنواع التطوير في التدريس لإنشاء ما يسمى بمدرسة القضاء. مدرسة القضاء الشرعي يبقى إذن هي منبثقة، أو ستأخذ أساتذتها، ستأخذ مناهجها، ستأخذ كتبها من الأزهر. فافتتحت هذه المدرسة ودرس فيها علماء الأزهر الكبار، فانضم إليها الشيخ محمد أبو زهرة ودرس فيها إلى أن تخرج أستاذا من هذه الجامعة. الشيخ محمد أبو زهرة لما تخرج منها حدث مناقشة في الأزهر، لماذا لا تندرج وقد أثبتت صلاحيتها وأثبتت انفتاحها، لماذا تكون هناك مدرسة قضاء شرعي وأزهر؟ ما ندرك هذه المدرسة في الأزهر.
وكان الكلام ده بإغلاق مدرسة القضاء الشرعي في سنة 28. كان الشيخ تخرج منها واندرجت بعد ذلك على يد الشيخ محمد محمد المدني في كلية الشريعة، فأصبحت كلية الشريعة والقانون. فالفكرة بداية صدور طائفة تستطيع أن تتحمل مسؤولية القضاء الشرعي، وكانت له محكمة مستقلة، وقضية التأليف في هذا المجال، وقضية الوصل ما بين الفقه الإسلامي الموروث وما بين التقنين المدني الحديث الذي نشأ مع الدولة الحديثة. فأنشأنا مدرسة القضاء الشرعي وقامت بدورها. بعد ما قامت بدورها وحدث فيها هذا النجاح، طيب لماذا يعني هو احنا هنستمر على القديم ولا هنطور القديم؟ هنطور القديم خلاص، ما هي التجربة هي. طب التجربة دي نشأت من عندنا ونشأت لنا، إذن تعود إلينا ونطبقها ونمشي على هذا التطبيق. بعض الناس يرى في مدرسة القضاء الشرعي أنها كانت موازية للأزهر، مثل ما رأى قبل ذلك أن دار العلوم كانت موازية للأزهر. وفي الحقيقة هي ليست موازية للأزهر، هي تفرعت عن الأزهر. العبارة دي قالها من يعد الدراسة في مدرسة القضاء الشرعي موازية لأزهر ثاني، أنه كأنها أزهر ثاني. نعم. ونفس العبارة قيلت في أواخر القرن 19 على دار العلوم. نعم. فهو الحقيقة الشيخ عندما تخرج من القضاء الشرعي درس في الأزهر. وكان الحتة يعني اللطيفة أنه ارتدى أزهي المدني اللي هو البدلة، لبس البدلة ودخل الأزهر يدرس فيه بالبدلة. فكان هناك مجموعة من الناس، منهم الدكتور علي عبد الواحد وافي كان يدرس علم الاجتماع، منهم الشيخ أبو زهرة كان يدرس في الفقه وأصوله بالبدلة. وبعدين اتفتح قسم أصول الشريعة في الحقوق وحقوق القاهرة بالذات، فراح يدرس فيها، فلبس الأزهري، لبس الزي الأزهري، يعني في داخل الأزهر كان لابس الزي المدني، وفي الحقوق كان لابس الزي الأزهري. وهناك من المشايخ اللي هو درس عليهم الشيخ علي الخفيف، من المشايخ الذي درس عليهم الشيخ السنهوري. فالرجل هذا الشيخ محمد أبو زهرة أتى بمشروع تجديدي أبهر الجميع. كان يحدثني الأستاذ الله يرحمه أحمد فراج، وأحمد فراج كان يقول لي أنا كنت لما يطلع معايا شيخ يعني نقعد ونشوف هنقول ايه في البرنامج، يعني كأنه بيرسم سيناريو للحلقة علشان تطلع متقنة، علشان نشوف هنقول ايه وايه الرسالة اللي هنقولها، طب هو هيقول ايه، طب انا هرد عليه يقول ايه. مش طبعا هذا الكلام يعني كان قديما، شوف انا بقوله حكاية عن 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 الحال القديم اللي ممكن نحن مدرسة الاصول في يعني نستفيد منه طبعا. ف الا ابو زهر، كل واحد نعده معاه الا ابو زهر. ايه ابو زهر ماله ده؟ يجي على طول يتكلم على الهوى يتكلم، لانه كان حاضرا قرآن، حاضر في القرآن وله تفسير، أحاديث حاضر في الحديث وحافظ بالبتاع، فقه ما تقولش بقى ده فقيه العصر كمان. الأصول كذلك كان أستاذ الأصول،
4 سنوات في، فكان متمكنا تمكنا أمكن. الشيخ أبو زهر، الشيخ أبو زهر أستاذ أبويا في كلية الحقوق، فكان يحكي لي أبي أنه كان يخرج 5 جنيه، 5 جنيه أيامها كانت يعني 5 جنيه ذهب، يعني تسوي لها دلوقتي 30-40 ألف جنيه، فيخرج 5 جنيه ويقول لهم يا أولاد الخمسة جنيه دي لمن يدلني على خطأ في النحو أو في الصرف أو في البلاغة أو في الأسلوب أثناء إلقاء المحاضرة، ولا واحد خد الخمسة جنيه عبر ال4 سنين. هو بيدرس له في السنة الأولى وبعدين يطلع معه تاني. 4 سنين محدش قدر يجيب خطأ لغوي واحد أو نحو أو بلاغة، لم يستطع أحد أن. وبعدين دول كانوا أقوياء في العربي وكذا إلى آخره، وحافظين وعاملين شعر وأدب وإلى آخره، ما لم يخطئ خطأ واحدا. إذن أصبحت اللغة العربية له سجية. فدي المشروع بقى اللي جاب به إيه؟ المشروع اللي هو أتى به نستطيع أن نقول نعمل له مفتاح كده أو محور، تقنين الفقه الإسلامي. تقنين الفقه الإسلامي. طيب أنا محتاج أفهم من حضرتك هذا المفهوم أو المصطلح، تقنين الفقه الإسلامي. طيب ده موضوع مهم أساسا. نعم. فضلتك بعد الفصل. تمام. عشان نكون في متسع أكبر من الوقت إن شاء الله. شكرا جزيلا. يستحق أن يكون إن شاء الله. شكرا لفضلتك. أساسا نكون بعد الفصل، خليكم معنا. مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، هذا المكان العريق الذي يعد أحد القلاع الصناعية كان شاهداً على ميلاد أحد مجددي العصر الحديث الإمام محمد أبو زهرة. أهل مدينة المحلة الكبرى تعطي لسيرة الإمام أبو زهرة قيمة ومكانة مميزة، لتكون دليلاً ونبراساً لطلاب العلم والنوابغ. فالمدينة تضم مدرستان يحملان اسم الإمام، واحدة للتعليم الإعدادي للبنات والأخرى للتعليم الإعدادي المهني. وعلى بعد خطوات من المدرستين تجد مسجد سيدي مصطفى أبو زهرة الششتاوي جد الإمام، والمصمم على طراز مختلف عن باقي مساجد المدينة، ويلقى اهتمام أهل مدينة المحلة الكبرى كرامة للإمام ولجده. ومن المحلة الكبرى إلى مدينة طنطا، تلك كانت رحلة الإمام لطلب العلم، فهنا وسط أنوار المسجد الأحمدي وفي جوار أولياء الله الصالحين تتلمذ الإمام محمد أبو زهرة ل3 سنوات كاملة بعد إتمامه لحفظ القرآن الكريم. فضيلة الدكتور علي جمعة، أهلا بحضرتك مرة أخرى. اهلا وسهلا بكم. اهلا بكم. حضرتك تفضلت قبل الفاصل في ذكر سيره الامام الشيخ محمد ابو زهره بانه كان لي مفتاح تجديدي وهو تقنين الفقه الاسلامي. نعم، مشروعه نستطيع ان ندخل اليه من اولا موقفه من التراث، وبرضه اكرر علشان ما ننساش ان التجديد عندنا معناه المنهجيه المعرفيه، النموذج المعرفي، الموقف من التراث والإدراك الواقع. فهو كان خادما لهذا الموقف من التراث، كيف نقرأ التراث قراءة متأنية دقيقة، كيف نستفيد من مناهجها، كيف نطبق هذه المناهج في العصر الحديث. اشتغاله بالقضاء الشرعي دراسة، واشتغاله بالتدريس في الشريعة واقعا، ثم التحاقه بكلية الحقوق مع أساتذة وجهابذة التقنين، حشمة أبو ستيت والسنهوري، عبد الرزاق السنهوري وأبو هيف، يعني حاجة كانت إيه، أساطين أساطين يعني، وعبد السلام زهني، ناس كانت تتحاكى بهم كليات العالم
السوربون أو في هارفارد أو كده، كانوا يتحاكون بهذه القمم التي كانت في مصر. زميلهم محمد أبو زهر بهذه الإمكانيات التي رأيناها، فكان التقنين نستطيع أن نقول عليه أنه المحور الذي خدم به التراث وخدم به الواقع. راح في التراث لقيته مؤلف عن الأئمة، ألف عن أبي حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل، صاحب المحلة ابن حزم الظاهري، زيد ابن علي، جعفر الصادق، حتى التراث الشيعي كمان إنجاز تسميته يعني أو طبعا وصفه كده. ده كان الناس دي، هو وعلي حسب الله وعلي الخفيف والشيخ فرج السنهوري، كانوا يدرسون كتب أصول الجعفرية دراسة متبحرة، يعني ما أناش عايز أقول أنها فاقت كثير من الباحثين الشيعة أنفسهم. فلما فرج السنهوري اللي هو كان يعده أستاذا له فتح الموسوعة الفقهية خلاها على 8 مذاهب. القضية هنا كيف نحول سؤال، كيف نتعامل مع التراث؟ لا، كان فيه تعامل فني كما يقول أمين الخولي، وإن شاء الله لعلنا ناخد ليه حلقة كده. أمين الخولي كان يقول من أراد التجديد فليقتل التراث دراسة وفهما وتعمقا، وإلا كان تبديدا. أمين الخولي يقول الكلام ده، أدي اللي عمله أبو زهر. التجديد يأتي من قتل التراث بحثا وليس من قتله ردما. خلص لي التراث، استوعبه، اشربه، اهضمه، وبعدين جدد. اما لو انك انت دخلت تهدم وبس وتهرضم بالهلاضيم ودي والهرتلة وبس، يبقى هتهدم وهتبدد، فهذا تبديد لا تجديد. اول من استعمل تبديد وتجديد أمين الخولي، بيقول كده لأنه ألف في التجديد كثير. فلما نيجي نطبق الكلام ده على أبو زهرة، نجد لا، أبو زهرة كان إماما وأعطى للواقع ودرس وأدى. ألف في تاريخ التشريع، ألف في الخطابة، ما هو لما راح يدرس في الأزهر خلوه يدرس الخطابة. طب كان موقفه إيه من منهج التكفير؟ والله هو التكفير ده برضو جاي من ضيق الأفق. هو كان طبعا ضد منهج التكفير، وكان واسع الصدر، وكان مرة كان في مؤتمر من المؤتمرات، وبعدين قال لهم يا جماعة أنا مش هعيش قد اللي عشته، وأنا عندي حاجة بتتلجلج في صدري ومخبيها علشان الناس ما تزعلش، وهو انه الرجم، حد الرجم ما هواش كما تفهمون، ده الرجم ده يعني من شريعة اليهود وليست من شريعة المسلمين، وأنه طبق قبل نزول القرآن. نزول القرآن في الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وخلى الأمة أو العبد على النصف من ذلك، والرجم لا ينصف. طبعا إنكار الرجم بهذه الطريقة لعدم وجوده في الكتاب ولأمور بينها له وجهة نظر هكذا، فلاقى من هنا نوعا من أنواع التكفير. الله، أنت هتبقى كافر ولا إيه؟ السلاح ده سلاح يعني أصبح غير ذي معنى.
لأنه ما دمت معتمد على الكتاب ومعتمد على السنة ولك رأي ووجهة نظر أخرى، فلا بد من البعد عن قضية التكفير والتفسيق والتخوين ومثل هذه الأشياء. أيضا تحدث في الأحوال الشخصية وكتب في الأحوال الشخصية، كان مثلا إيه رؤيته في مسألة قضايا التعدد، الحضانة، حقوق المرأة؟ له كثير في مسائل الميراث، وله مجهود كبير في الوصية الواجبة ومؤلف فيها، له كثير في قضية المرأة وعمل المرأة والحضانة وقضية النفقات وقضية الاختيار، له كثير في قضايا الطفولة وحقوق الطفل وكذا إلى آخره. له الحقيقة ده بقى اللي حضرتك بتقول عليه، ده نسميه آثار المشروع التجديد. صحيح. فالشيخ أبو زهرة الحقيقة كان صاحب مشروع ومشروع تجديدي، ومشروعه التجديدي له آثار عملية نحن نعيش فيها إلى الآن. بعد ذلك لقيناه في عضو مجمع البحوث الإسلامية، بعد ذلك لقيناه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فأدى كثيرا في التفسير، في مجال التفسير، وفي مجال رد الشبهات، وفي مجال التقنين، وفي مجال الأصول وفقه والفقه، أصول الفقه والفقه. فكان الحقيقة ده جانب مشرق ونمط جديد. مشروعه التجديدي لا ينكر، كتبه ما زالت تطبع، ما زالت مراجع لكل الشرق والغرب، وساهم مساهمة فعلية في تطوير الأحوال الشخصية وفي تطوير التقنين في كل، على فكرة، في كل ما يتعلق بالديانة، الوقف، الحكر وإلغاءه، الأحوال الشخصية وهكذا. رحمة الله عليه. شكرا جزيلا فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا وسهلا، مرحبا، شكر موصول لحضرتكم، إلى اللقاء. من السلوكيات المرفوضة اجتماعيا رفض الزوجة مساعدة والدي زوجها وهما كأبيها وأمها. إذا تزوج الرجل المرأة ينبغي له أن يعمل على استقلالها في حياتها، وعلى ذلك فإن الزوجة ليست مكلفة شرعا برعاية والدي زوجها، وإنما ذلك صارت عليه نساء المسلمين من باب الفضل لا من باب الفرض. فإذا فعلت ذلك فإن لها من الأجر والثواب ومن الشكر والثناء ما الله به عليم. فلتخدم والدي زوجها كما تخدم والديها. يا ربنا سهل علينا المعايش، هيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربنا انقلنا من دائرة الضيق إلى دائرة السعة، ومن دائرة التقطير إلى دائرة الفيض. يا ربنا إذا ما تغيرنا فاجعل تغيرنا هجرة لوجهك الكريم. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى.